اليوم هذه المناظرة أجمل بالنسبة لي، أجمل ما فيها هو واحد الكلمة سميتها الصناعة. اليوم آمنا بأنه الثقافة صناعة، ولما تقول صناعة هي رؤوس أموال، ولما تقول رؤوس أموال فيجب الابتعاد على أن المدعم الوحيد هو الدولة ووزارة الثقافة. يجب أن يعني إشراك الجسم الاقتصادي وفق برامج محددة بعيدة عن الارتجال، لأن الارتجال في 30 سنة اللي فاتت أعطانا واحد ثقافة هجينة وتنعيشها اليوم، تنعيش الثمرات ديالها. فأتمنى أن نبتعد عن الارتجال كما قلت، أن نشتغل وفق مقررات وبرامج معينة محددة عندها العلاقة بالهوية المغربية، وأشدد على الهوية المغربية. أن التظاهرات الكبيرة في البلد، الكبيرة جدا في البلد، كلها موجهة للأجانب وليس للمغاربة. يجب أن نتخلص من عقدة الآخر وأن نؤمن بأن لدينا ثقافة عظيمة اسمها الثقافة المغربية، عندها علاقة بالهوية وبالمعمار وبالمطبخ وبالموسيقى وبالمسرح وخلافه. جميل بطاقة الفنان، ماشي الفنان لآخر بطاقة عطاو، ما سميتهاش بطاقة الفنان إنما سميتها البطاقة المهنية، تشجيع المهنيين، لأن الفن صفة وليس مهنة. وأتمنى أن هذا الشيء ما يبقاش حبال على ورق، هذه 30 عام وحنا تنديروا في مناظرات ودائما تبقى حبالا على ورق. أتمنى أنه وأتمنى أيضا أن لا تكون أجندة سياسية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.